بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين، تاج الدنيا ونورها، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا. إخواني المشاهدين الكرام، أخواتي المشاهدات الكريمات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. وبعد، فمرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج دين ودنيا. دائما نسأل مولانا أن يصلح لنا الدين وأن يصلح لنا الدنيا بالدين، ولا تصلح الدنيا إلا بالدين، فهو حياتها واخضرارها وهو روحها وهو رجاؤها، هذا الدين العظيم. إخواني، شغل العالم كله بالفعل ورد الفعل، وجت هجمة المجرمين على أعظم الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، أزكى البشرية، أطهر البشرية، البرية عليه أزكى الصلوات، الذي الصلاة عليه لا تتوقف ثانية في السماء ولا في الأرض، هذا العظيم عند الله وعند عباد الله، ولكنه يعتدى عليه من قبل أعداء الله، من يحقرون إنسانية الإنسان، لأنه هذا من تطاول عليه تطاول على الإنسانية كلها. لو كان العالم بيعقل، العدوان على محمد صلى الله على محمد عدوان على الإنسان الأكمل والأمثل، فالعدوان عليه عدوان على الإنسانية برمتها، هذا هو خلاصة الإنسانية وزبدتها وخيرتها صلى الله عليه وسلم. هذا اختيار الله عز وجل أن يكون أعظم رسله وخاتم رسله، فالتطاول تطاول على الأنبياء جميعا، بل تطاول على رب الوجود سبحانه الذي اختار هذا العظيم ليكون خاتم المرسلين، ثم هو عدوان على إنسانية كل إنسان، ينبغي أن يثور كل إنسان لنفسه، لأن هذا العدوان كما قلت وكررت هو عدوان على كل واحد فينا وبالمسلمين بخاصة، يعني هذا تحرش بنا بخاصة وعدوان علينا بخاصة، لكنه عدوان على الناس جميعا بعامة. الناس تكلمت كثيرا في هذا الموضوع، وما يمنع أن ندلي دلونا بين الدلاء وأن ندلي بصوتنا مع الأصداء، ما يمنع أن نقول كلمة مع القائلين، وربما كل واحد يتكلم من وجهة نظره من زاوية تفكيره، ونحن نحاول أن نقول ما عندنا نصرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وما هو بحاجة إلى نصرتنا، لأنه الله ناصره، لكن نحن نقوم ببعض حقه علينا، بعض الواجب الملقى علينا، نقوم ببعض الأمانة التي حملناها، أن نذود عن هذا الدين وأن ندفع عن حياض سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، هذا واجبنا، لكن الله كفاه المستهزئين من زمان، والقرآن يتنزل ومولانا يقول له إنا كفيناك المستهزئين، أنا أكفيكهم يا رسول الله، تشغلش نفسك فيهم، ذولا صغار تفه أقل من أن تلتفت إليهم، أنا أكفيكهم يا رسولي. يا سلام، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الآن يصلون، وقبل الآن يصلون، وبعد الآن يصلون، إلى نهاية الزمان يصلون على محمد صلى الله عليه وسلم. فما تقول أصوات قميئة قبيحة مأجورة عميلة، ما تقول هذه الأصوات في من هذا شأنه في السماء والأرض، ما تقول؟ على كل حال، حديث يطول، ربما يستغرق هذه الحلقة وثانية وربما ثالثة، لا أقول في الرد على هؤلاء، هم أهون وأقل وأتفه وأحقر وأسفل وأقل وأذل وأرذل من أن ننشغل بهم، لكن نحن نخاطب مسلمين
أولا وبالذات قبل أن نخاطب أولئك، أولئك لا يستمعون لنا أصلا ولا يبالون بما نقول، لأن لهم مخطط عاوزين يمشوا فيه. هذا نظرية المؤامرة، يا عم روح قول يا الله. قطعا في مؤامرة، لكن شو يعني هذه الهجمة عشوائية؟ تحلموا مع احترامي، ما في هجمة عشوائية، إنها هجمة مخططة مبرمجة منسقة منظمة، ولها متابعة ولها قيادة ولها مركز تخطيط إلى آخره. نحن نخم أنفسنا أنا ولا إيه؟ على كل حال نحاول في نقاط، مثل ما قلت عندنا عشرات النقاط، يعني خططت تخطيط سريع بعض النقاط، أحاول أن أمر بها مرا سريعا إن شاء الله تعالى. أقول العالم عظموا رموزهم، فعظمت في نظر الناس أجمعين، واحترموا شخصياتهم فاحترمت. ومن أسف أن كثير من كتابنا، من علمانيين، من إعلاميين، من يتطاولون على الإسلام ذاته وعلى القرآن وعلى رسول الله وعلى الصحابة صلى الله على محمد ورضي الله عن الصحابة أجمعين، من بني جلدتنا، من المحسوبين علينا والمتصدرين المشهد. وهو أنت عارف من يتصدرون المشهد، ما أنت عارف يعني، إحنا أخليها على الله يعني. والخلاصة أقول هذه الرموز لما تطاولنا نحن، دون ما أسمي أسماء، لا عبد الكريم خليل ولا خلف الله ولا فلان وعلان وغيره ممن تطاولوا على الرسول وعلى الصحابة بشكل والله لا يقوله لا يهودي ولا غير يهودي، مش معقول يعني. ولذلك هانت رموزنا علينا فهانت على الناس، ولو عظمنا نحن رموزنا لعظموا عند الناس، ولو احترمنا رموزنا لاحترمهم الناس. فكم نحن ملومون وكم نحن مقصرون بحق عظمائنا وأبطالنا وساداتنا وقاداتنا، كم نحن مقصرون يعني. على كل حال، إذن هذا ملحظ، قصرنا في حق رموزنا فتطاول الأقزام عليهم. لأنه إذا صاحب البيت عم بتكلم عنا، من ببيته الآخرون من باب أولى أن يتطاولوا على أهل بيته ومن هم في بيته. نحن لا نتكلم بالفعل ورد الفعل يعني، لأنه هم تكلموا فنحن بننشغل يومين ثم بننكفئ وبننطفئ. ليس كذلك، ليس ما نقوله بفضل الله إن شاء الله لا هو رد فعل ولا انفعال ولا غيره. نحن دائمو التذكير بالعظيم محمد صلى الله على محمد، وبخاصة في مواسم تتعلق به عليه أزكى الصلوات، مولده، هجرته، فتوحه العظيمة وهكذا. فنحن دائما في ذكر له. كيف تفسر القرآن إن لم تتكلم عن من نزل عليه القرآن، وعن الواقع الذي كان فيه والذي أسسه وأنشأه صلى الله عليه وسلم؟ كيف يعني ما ممكن نتكلم عن آية إلا ونتكلم عن واقعها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لن يفهم القرآن إلا إذا أخذته، مش معنى تاريخانية القرآن على رأي العلمانيين العرب، لا، إنما هذه واقعية القرآن لا تاريخانية القرآن. سامحوني على المصطلحات العجرة بتاعتهم، لكن أنا بقول لك كلماتهم يعني. المهم، إذن هو من الإنسانية صلى الله عليه وسلم، لكنه أزكاها، وهو الذي يتلقى الوحي من السماء ويبلغناه، يبلغنا إياه صلى الله عليه وسلم. هذا وصل إلى درجة من الكمال تؤهله أن يتصل بالملأ الأعلى، أن يتلقى الكلام من الله مباشرة عليه أزكى الصلوات، كما حصل في ليلة الإسراء من ملك الوجود ملك الكون سبحانه. هذا يتلقى هذا العظيم يعني، من الزعماء بحق له أن يقابل أوباما؟ ما بيسوى شلن، لا ورب السماوات،
ومع هذا يتشرفون إذ يلاقون أوباما. أنت وأوباما وبياخذوا منه مواعيد. فكيف من ذهب إلى ملاقاة رب الوجود سبحانه واستقبل بالحفاوة المطلقة من ملائكة السماء، أمثل هذا يتطول عليه هؤلاء الحقراء؟ على كل حال هم شايفين حال الأمة، يجرئوا هؤلاء السفهاء أن يتسافهوا علينا. من أسف واقعنا مأساة. إذن هو من الإنسانية نعم، لكنه ذروتها، ذروة سنامها، هو أزكاها، هو أصفاها، هو أنقاها، هو أعلاها، هو أسماها، هو من بفضل الله زكاها صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المزكى هو مزكي البشر أجمعين، ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، ويزكيهم، يزكينا ويزكي غيرنا كمان ممن استجاب لهذا الدين. هذا صلتنا بالملأ الأعلى صلى الله عليه وسلم. هذا أطهر الخلق يتعرض له من أحقر الخلق ومن أتفه الخلق وأذل الخلق، لكن أحقر الخلق محميون بالقانون، بيحتمي بالقانون حرية التعبير. وحنناقش هذا الكلام ونشوف كم أوروبا منافقة في حكاية حرية التعبير. حنشوف أوروبا مصداقيتها في هذا الشعار الأجوف الفارغ حرية التعبير، وحنشوف شواهد على نقض هذا الادعاء جملة وتفصيلا. هذه الهزات إخواننا وأخواتنا الكرام والكريمات، هذه الهزات تؤذينا نعم، تجرحنا نعم، لكنها أيضا توقظنا من غفلتنا. نحن للأسف في حالة من الترهل، في حالة من الاسترخاء، تظهر لنا هذه الصدمات أننا مستهدفون. فينبغي أن نستنفر وأن نستجاش، لا من أجل أفعال طائشة حمقاء خرقاء، أنا ما أتكلم عن هذا، هذا مو مستواي من فضل الله، لكن من أجل أن نرشد صلتنا بهذا العظيم صلى الله عليه وسلم، ونرشد رد فعلنا كيف يكون بالعقل، لا بهوجة يقودها أشخاص لا نعرف من هم ولا من أولهم ولا من آخرهم، إنما برد نضيج يقوده ويسدده علماء راشدون ربانيون يعون الواقع ويدركون تنزيل النص على الواقع، لا من يقتطفون النصوص ويختطفونها اختطافا ويخبطوا شمال يمين دون أن يعرفوا العواقب والنتائج والعقابيل والتبعات. يعني للأسف أنه عم بتكلم باسم الإسلام من لا يحق له أن يتكلم، وجيت أنت تتكلم يقول لك من أنت؟ شيوخ السلطان، علماء السوء، من أنت؟ أنت من أنت؟ للأسف. على كل حال فرنسا وتاريخها الأسود، أنت يا فرنسا يا ذات التاريخ الأسود، من تتكلمين على رسولنا العظيم؟ آخر زمن والله. يا من قتلت من شعبنا الجزائري البطل، الشعب المسلم، الشعب العظيم في الجزائر، 1.5 مليون من الشهداء. زرت في الجزائر موقع مضيفون جزاهم الله خير، أخذونا على موقع يعني حافة وادي سحيق، وقفنا على الحافة تغربت يعني جايبين عن هذا المكان لي، قالوا شايف هذا المكان؟ قلت لهم نعم، قالوا هذا فرنسا أم الحرية والإنسانية أم العطور، فرنسا، فرنسا أم الرقة، فرنسا أم المأكولات، فرنسا فرنسا واحة اللائكية أو واحة العلمانية، سيبك. قالوا هذا الوادي
قذفت فيه فرنسا من الجزائر 40,000 في يوم واحد، مش قتل بالرصاص، لا، يلقونهم أحياء. 40,000 يا فرنسا، 1.5 مليون شهيد من الجزائر، مش هنتكلم عن غير الجزائر. اعتذار ما طلعش من أي رئيس فرنسي إطلاقا، ولا قالوا احنا آسفين، ولا قالوا غلطنا، ما بيقولوهاش. وأصلا قيادات العالم العربي ما حد بيطالب بحقوق الشعوب، ما حد بيطالب. ما سمعت أنا أحد من قيادات الجزائر فوق راسي، لكن بتكلم عن القيادات. وشعب الجزائر تربطنا بهم من فضل الله، أوثق الصلات. يعني كنا لما نروح على محاضرة في قرية أو مدينة، والله كأنك رئيس دولة تنزل عليهم، يستقبلون بالزغاريد تقول سبحانك ربنا. يعني في بلدي نكرة، أنا في هذا البلد معروف أكثر من بلدي، سبحانك. يعني لا تتخيلون إخواننا هذا الشعب كم يحب دينه، كم يحب العلم، كم يحب العلماء، كم يقدر، كم يحترم، كم يستمع. صلتنا بهم من فضل الله منذ أكثر من 30 سنة، أكثر ولا 36 سنة صلتنا بالشعب الجزائري. ما عملت هناك، لكن من فضل الله زرته هذا البلد العظيم مرات، من ضمنها مرة ذهبت لوضع مناهج لجامعة قسنطينة مع يعني زميلين كريمين توفيا إلى رحمة الله، وبقي هذا الضعيف. على كل حال، الشيخ الخياط والشيخ ياسين درادكا عليه رحمة الله، شيوخنا وأساتذتنا. على كل حال، إذن فرنسا ذات التاريخ الأسود الآن جاي تقول لي حرية التعبير. أنت بتاع حرية التعبير، يا من منعتم الحجاب. طب ما تقول حرية اللباس، يعني بنت لابسة فستان 5 سنت مسموح ولا مش مسموح؟ مسموح، ولو من غير خالص مسموح. سبحان الله، ضاقت صدوركم وعقولكم وعلمانيتكم عن تحمل الجلباب أو إشار على الرأس مغطي كليا أو جزئيا الرأس، بعضهم يعني تقاليد ما يتحملون. وفين العلمانية؟ فين حرية الإنسان؟ اعتبروها ثقافة. قال احنا بلد علماني. يا سيدي فهمنا، بلد علماني، ما موقفكم من لباس الراهبات؟ لبسوا الراهبات فساتين، اشوف لبسوهم تنانير، لبسوهم فيزون، ممكن؟ لا. قالك هون راهبات. طب هذا دين يا علمانيين. فرنسا ام النفاق، سيبك، مش موضوعنا. احنا ما تكلمناش عن فرنسا، هم اللي بيلشوا فينا. يعني احنا احتلينا باريس؟ لا، هم احتلوا كل شمال افريقيا، احتلوا مصر. متى؟ نابليون جاء ببوارجه ومدافعه، ولما حكم القاهرة ومصر نيابة عن نابليون، حكمها بالخسف. ولما قتلته المقاومة جابوا من هو ألعم من كليبر، جاب واحد كان مدعي أنه مسلم. كم خطيرون هؤلاء، ومجاور بالأزهر وقاعد. لما مات كليبر حطوه مسؤول عن مصر نيابة عن الفرنسيين. بيقول الجبرتي، وقد نذر، هذا مؤرخ مصر العظيم كان بيكتب التاريخ يوما بيوم، يعني أخبار بيسجلها، وثائق ووقائع مما يشاهد ومما يسمع ومن مصادره. المهم، عبد الرحمن الجبرتي بتاريخه بيقول نذر هذا، لعلي أتذكر اسمه الآن، أن يقتل كل يوم من علماء الأزهر 6، ويطوف برؤوسهم من مجرى العيون إلى أبو السعود إلى الشافعي إلى الأرافة إلى الدراسة إلى الأزهر، يعني القاهرة القديمة كلها يطوفها برؤوس العلماء كل يوم. والجبرتي بعبارته الطريفة بيقول وقد وفى هذا الخسيس بنذره، يعني كل يوم لازم 6 عمائم يطيح بها هذا المجرم.
هذه فرنسا. وكم قال الشعراء أحمد شوقي وغير أحمد شوقي، كم قال الشعراء يخاطبون فرنسا، كم شعراء الجزائر، شعراء سوريا، شعراء لبنان، شعراء مصر، كم تكلموا عن فرنسا وإجرام فرنسا واستعمار فرنسا. الاستعمار الفرنسي ألعن أنواع الاستعمار عبر التاريخ، بغادر البلد وما بغادرهاش. فاكر لما شيراك ولا مين بيقول بعد ما نجحوا الإسلاميين، إذا استمر هذا الأمر سنعيد احتلال الجزائر. إذن دولنا مستقلة برسم الاستعمار، أو مستعمرة indirect، مستعمرة بطريقة غير مباشرة يديرها الوكلاء نيابة عن الأصلاء. احنا البدلاء يديرون بدل الأصلاء. حلو والله استقلال، خوش استقلال. أرى إخواننا العراقيين خوش حكي والله، ما شاء الله استقلال عظيم. سنعيد احتلال الجزائر إذا قادها الإسلاميون، ما شاء الله. وين الديمقراطية بتاعتكم والصناديق والورق والاختيار والانتخاب؟ وينه؟ كفروا بديمقراطيتهم إذا لم تفرز علمانيين تابعين لهم. يا علمانيين تابعين للغرب، يا إما بلغ الديمقراطية كلها بقدمي وبكسر الصندوق وأقلب الطاولة ولا أرتضي إلا أن يأتي من ينفذون مخططاتي. لغاية الآن يعني احنا زرنا الجزائر سنة 80، طيب إخواننا بشرونا ببشارة، ببشارة خير، إنه سنعرب الدواوين والدوائر والوزارات، واستبشرنا خيرا. لكن هذا الكلام قد مضى عليه حتى الآن 36-35 سنة، ما نفذش منه شيء حتى الآن. على كل حال وقتها كان بن جديد، بالنسبة لغيره أوهو بن جديد لا يقاس، ولذلك أطاح به العسكر. مش عاوزين واحد فيه وطنية، فيه شرف، فيه مروءة، في اعتدال، مش عاوزينه. عاوزين علماني شرس مثل خالد نزار أو نزار كما يسمونه في الجزائر، نزار جزار، هذا خالد نزار جزار، هذا اللي كان يحكم من وراء وراء في الظاهر في مدنيين بيحكموا مو ضياف، رجل يعني علماني لكن فيه بعض الوطنية. صفوه العسكر راح، ولم يحاكم شكليا، طبعا حاكموا، لكن العسكري هذا مش اللي قتل بوضياف، من العقل الذي دبر، مش موضوعنا بوضياف وغير بوضياف. على كل حال التمييز ضد العرب في فرنسا، يعني اسمع البي بي سي اليوم، فمتكلم فرنسي بيتكلم باللغة العربية وجزائريين و غيره عم بيتكلموا في الحلقة، فبقول الجزائريون والتونسيون، يعني جزء كبير من فرنسا من هؤلاء، وأربع أجيال مضى عليهم. ومع هذا عندما النخب تتكلم عن العرب أو الشمال أفريقيين بلغتهم بيقولوا العربي الوسخ، فالتمييز ضد العرب جار، مع أنه أغلب إخواننا يعني من الأمازيغ غالبية، مش مشكلة، نحن سواء من فضل أمة واحدة، مش هذا موضوعنا، لكن يطلقون عليهم جميعا العربي الوسخ، نحن أنظف منكم بكل شيء من فضل الله تعالى، دعك من عملائكم عندنا، نحن أشرف منكم وأنظف، مش تعصبا، لكن لا مثل ما قال، انتم تغسلوا وشك في المرمى، نكتفي بهذا، نحن نغسل اقدامنا 5 مرات في اليوم، قول يا الله. اذا التمييز هو اللي عم بيخلق مثل هذه التوترات. 4 اجيال مثل ما قلت من العرب فلسنا طارئين على المجتمعات الغربية. والله قابلت في بعض مدن بريطانيا عجوز يمني
قال لي أنا في هذه الديار منذ 70 أو 75 سنة، عمره يمكن 85، جئت طفلا مع أهلي. يا الله، وأولاده جلوس وأحفاده جلوس، مأدبة يمنية. وقال أنا في هذه البلاد جيت عامل موانئ، أنا الآن الجيل الثالث أو الرابع، لسنا طارئين على المجتمعات الغربية. إخواني أختصر لكم المسألة، هذه حملة منظمة يا أبويا، لا لا يعني لا يغروكم أنه صحفي عم بيعبر عن ما في نفسه، لا. طب ليه ما بيرسموش عباد البقر ويهزؤوا بالبقرة؟ يرسموها رسم كاريكاتير البقرة وعبادها، يبلشوا في البقرة يا أخي، يبلشوا بوذا وعباده، ذولا 1,000,000,000 وذولا 1,000,000,000، من يعبدون بوذا 1,000,000,000، من يعبدون البقرة 1,000,000,000، اشتغلوا فيهم. ما لقيت إلا أعظم الخلق، شيء عجيب. إخواني لا يغروكم بالنعومة، هذه حملة منظمة، اسمعني الله يكرمك. العالم كله عم بيراقب نمو الإسلام في أوروبا يعني، وفرنسا بالذات رقم واحد في من يدخلون الإسلام سنويا في العالم، فرنسا. فهمت الحملة عزيزي المستمع والمشاهد؟ وضحت الحملة، فرنسا رقم واحد في العالم من يدخل من أهلها الأصليين الإسلام، بمعدل 50,000 كل سنة فرنسي يدخل في الإسلام. واحد قال لي إحصائية، قلت يعني بعد أرى بعد يعني بالوثائق كم المسلمون في فرنسا وكم نموهم. هذه دراسات على كل حال، مش كلام مرتجل، لا يعني أمريكا طول عرض 20,000 معدل من يسلمون في السنة، فرنسا الثلث من أمريكا أو الربع، ومع هذا 2.5 من يسلمون من فرنسا، لضخامة الجالية من ناحية، مع احترامي مع أنها جالية غير مؤهلة يعني، أغلب الجالية عمال مع احترامي أيضا، يعني ثقافة ضعيفة، وقسم كبير من الجالية ذاب في المحيط، امتصه المحيط لأنه مش جاي مؤهل ولا جاي متجذر، جاي ثقافة ضحلة طفيفة وانتماء للدين خفيف يعني، يلا الشعائر. ولذلك قسم من الجالي حتى عبء، ومع هذا يسلم الناس بقوة الحق في هذا الدين. إخواني هذا دين عظيم، إسلامكم أعظم مما تتصورون، والله أعظم، أعظم بكثير مطلق، أعظم من كل ما نقول. ولذلك الغرب بينبهر، لو عرضنا الإسلام بمنطق بحجة ببرهان ببينة على طريقة أحمد ديدات الله يرحمه ويتقبله، هذا الداعي اللي يحفظ التوراة والإنجيل مو حفظ أصم، لا، حفظ عن وعي، كل نص يقول لك ده في الإصحاح مدري كام، النص رقم كام بالصفحة اليمين، حافظ بالتفاصيل وحافظ التناقضات ما بين طبعة الملك جورج الخامسة وطبعة مش عارف ايه ولا ايه، تناقض الطبعات، قالوا من جين ايش هذا اللي كل طبعة بتختلف عن، وتورات ايه اللي كل طبعة بتغيروها سنة بعد سنة. على كل حال لو كان هناك دعاة مؤهلين مع هذه الأعداد الضخمة في ألمانيا بفرنسا ببريطانيا، لأسلموا 50,000 100,000 بالسنة والله. لو كان في دعاء، فين الدول المتمولة؟ فين من مش عاوزين نطول لسانا أكثر من هذا، فاهمين على بعض، ليه ما يحطوا دعاة متفرغين؟ مو روحوا يقولوا الناس هذا واجب والخمار فرض. احنا الآن في فرنسا تقولي الخمار فرض مشان الله يا شيخ، قولوا يا الله أنا خلي اللي في الصدر في الصدر، خليها على الله. والله إخواننا قالوا تعالى نزود المركز الإسلامي بتاع الدول العربية، بنت دولة عربية مركز فخيم في روما، ذهبنا والله
الله لا يوريك إلا الخير. مركز ضخم، آية من الآيات. وجدنا الإمام بدخن قاعد، سكرتيرته يهودية، سبور خالص، مربي كلب. يا الله، كما أقول لك والله، قالوا لي هذا المركز ما بيصلي فيه أحد من الجالية. شفت جهود الدول العربية جزاها الله خيرا، شفت الجهود، وشغال مع المخابرات الفرنسية. قول يا الله، إخواني مليان الصدر آلام. شفنا المراكز الإسلامية ولم يعملوا دعاية، هذا بنيناه بهذا. قول يا الله، لو كان في دعاء مؤهلين، هذه الأعداد عم تسلم بلا أسباب. على كل حال لا نضيع الحديث، إذن دولنا لا تحمي رعاياها بل توصي باحتقارهم. نكمل بعد الفاصل أعزائنا، كونوا معنا إن شاء الله. إخواننا أعزائنا مشاهدينا، عدنا إليكم اليسير القصير. كنا نتكلم عن دولنا العظيمة وكيف أنها مش لا ترعى رعاياها فقط، يا ليت، وإنما تحرض على رعاياها. بشار أفندي قبل يوم امبارح بيقول قلنا لهم السياسيين الفرنسيين لكنهم قصيرين نظر، حذرناهم من الإسلاميين، ما كانوا يتحذروا. بشار بينصح، ومبارك ده احنا حذرنا قلنا له. بالمناسبة روزاليوس بتقول حسني مبارك كاين مخبر عن تاتشر، مخبر أي روزاليوس العدد السابق، ارجعوا لها وشوفوا، شوفوا مستوى القيادات العربية. هذا كان زعيم العرب، هو قاعد بشرم الشيخ ما أدري رجليه، ويأتيه العرب زرافات ووحدانا، يأتونه راجلين، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي. فاكر لما كان محج العرب كله إلى حسني مبارك؟ لا ذكاء، لا وطنية، لا عروبة، لا دين، لا خلق، لا شهامة، لا شرف، لا مؤهلات ولا شيء. فعلام تتقاطرون إليه؟ ليه؟ لأنه عميل لإسرائيل فقط، فهمونا. إذن دولنا ليتها لا ترعى رعاياها وتكتفي، ليت، وإنما تحرض عليهم. والتعاون الأمني والتنسيق الأمني، وبقول إحنا مستعدين نتعاون مع أي دولة تكافح الإرهاب. الأخ بشار وغيره مش أحسن يعني، كلها نفس النفس، أنا أقصد الجل، يلا زي بعضه. إذن من عند الآية الكريمة، ولقد استهزئ برسل من قبلك، يعني هذه سنة مضطردة وقانون دائب، أن السفهاء يتطاولون على العظماء من الأنبياء ومن المرسلين. يا سيد الرسل، تعز عما يصيبك بأن تنظر إلى إخوانك السابقين، كلهم وجد مثل ما تجد. ولقد استهزئ برسل من قبلك، وجدت كلمة رسل منكرة للتكثير والتعظيم، أي رسل كثر وعظماء، كلهم قد واجه الاستهزاء. مش قضية سيمضي المستهزئون ويبقى قدر محمد في السماء والأرض فوق ما يحسب هؤلاء المجرمون، هم سيمضون، ومحمد ودين محمد باق، بل سيرث الأرض شاءوا أم أبوا. يدفي الأم. نعود، ماذا نقول عن تشارلي إبدو؟ هي تكتب الإتش إبدو لكن هي سايلنت فتلفظ تشارلي إبدو.
جريدة ساخرة، يعني جريدة خف الدم، كيف صباح الخير مثلا يعني، أو روزن يوسف، كلها كاريكاتير، كله هلس وضد المسلمين. سبحانك، رسام عربي دون ما نسميه ما يتسماش، قبل 50 سنة ولا كام بنتذكر رسم برضو النبي محمد عليه أزكى الصلوات. خليها على الله يا أخوانا، خليها على الله، واسم كبير مشهور، مش داعي نقول لك صلاح جاهين، مش داعي. رسم النبي محمد برضو راكب على حمار بالمقلوب ويقول أهو ده محمد اللي تجوز 9، هقول لك ما قصدتش النبي، أنا قصدت محمد عوي، محمد إمام، محمد عبد المقصود، يعني زئبق، العلمانيين شيوعيين زئبق. خليها على الله. على كل حال، هذه الجريدة حديثها يطول. على كل حال، هنتكلم عن التظاهرة العالمية ونتكلم عن قضايا كثيرة. من أين نبدأ؟ مفهوم الحرية، يعني قضايا عشرات المسائل، يعني قعدت أخطط الخارطة بتاعت الحلقة فانثالت على ذهني الخواطر. المهم، مفهوم الحرية، سيدي، هذا الدين الإسلامي العظيم هو دين الحرية والأحرار، وأتحدى الكون كله يجيب لنا عبارة مثل عبارة الفاروق: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. تفضل يا كل العالم، يا كل الدنيا، يا كل المثقفين، يا كل الانتليجنس يلي في الدنيا، سمعونا صوتكم والله، أعطوني عبارة بوزن هذه العبارة من مفكريكم، من فلاسفتكم، من عباقرتكم، من سياسيكم، من منظريكم، من استراتيجيكم، من أسمائكم اللامعة إلى آخره. تفضلوا أعطوني. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. عمو مفهوم، احنا بنعلم الدنيا مفهوم الحرية. أنتوا طبعا انت بتقيس على الكبت اللي احنا عم بنعيشه يا غرب. سألني مرة تلفزيون كندي قبل 26 سنة، 25 26، مش قضية، قال ليش العالم العربي متخلف قلت له عمو، ما المسؤول بأعلم من السائل؟ هذا ما صنعه الغرب، مش هذا ما أفرزه العرب، مش احنا اللي انتخبناهم، ذولا انتم فرضتموهم. تتلخم علينا انت قاعد يا اخ. اي والله هكذا قلت له، هؤلاء من فرضتموهم انتم ولا تسمحون بتغييرهم. اللي قعد سنة في الحكم وبدا رجل دولة من طراز رفيع، خلعوه وجابوا لك ما انت شايف وعارف، وتحت شعار تحيا مصر عم بنقتل ابناء مصر. كيف تحيا مصر وانا عم بقتل ابناء مصر؟ كيف افهم؟ خلينا بموضوعنا، مفهوم الحرية. هل مفهوم الحرية ان اشطب الناس واشتم الناس واقود سيارتي بسرعة 150 بشوارعنا المحفرة وكلها مطبات تتحمل؟ يعني شطبت لي 1 2 3 وانا حر، سيارتي وانا حر، طب حياة الناس؟ اخواني، الحرية المطلقة يا للحيوان يا للمجنون. طب اقول لك، اوروبا تم بالحرية المطلقة على راسي، افهمها. اسمح لنا اسألكم سؤال يا مستر اوروبا، انت وهو فرنسا على ايطاليا على كله، على كله، عندكم حرية تعبير مطلقة؟ قال لي تمام. خوش حكي. سمعتم عن مؤرخ انجليزي مشهور اسمه ايرفينج؟ ايش رايكم، سمعتوا عنه؟ ماله، هات من الاخر، هقول لك من الاخر. هذا استاذ جامعي ومؤرخ واكاديمي، فهمنا، بيقول انا عكفت معتكف 17 سنة ادرس وثائق الهولوكوست، تمام، بحث علمي، وانا متعاطف مع اليهود، هو بيقول، وانا ضد الهولوكوست، مو لانه هذه المقدمات لابد منها، لانه ما احد يجري يقول لك انا مع راسه بيطير. طيب،
بيقول لكن حكاية 6 مليون هذه أنا من خلال دراستي الوثائق هذا الكلام غير صحيح، أقل من 6 مليون. ها تمام، إنجليزي طالع سياحة، طالع زيارة، طالع مؤتمر إلى النمسا. أنت إيرفينغ، أوه وقف وانطد، مطلوب، بسم الله الرحمن الرحيم، ايه الحكاية؟ انت بتتكلم عن الهولوكوست؟ انا استاذ جامعي، انا اكاديمي، انا مؤرخ، انا دارس وثائق 17 سنة وانا عاكف عليها. عم قال له 17 12، مفهمش، تتكلم عن الهولوكوست؟ يا الله، حرية التعبير فين؟ 5 سنوات سجن، 5 ملايين باوند غرامة، أهلا، وين حرية يا أبوي؟ حرية التعبير. هذا باحث لا شتم، قال يهود حقيرين خنازير، بضرب مثل يعني، عشان بحاكموني على الكلمتين، أنا بقول مثلا ما قالش، ومع هذا حكم، باع بيته، باع مكتبته حتى يسدد الغرامة. روجيه جارودي رجل بال85 ولا كام، عمل كتاب الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل، وقال حكاية الهولوكوست، برضو أنا مؤرخ ودارس يعني، الأستاذ جامعي الآخر روجيه جارودي مش انتليجنسيا وبس، هذا نخبة النخب، أنا أزعم أنه كان في القرن 20 ربما يكون رقم 1 رقم 2 بالفلسفة والفكر، من أول 10 ما تفاصلنيش، من أول 100 يا سيدي خلاص، نقعد نتفاصل على روجيه جارودي، جاء وقت هو المنظر رقم 1 للفكر الماركسي، أسلم. والمهم بال85 ولا كم كتب هذا الكتاب، رفعوا فيه قضية، يجرجروا كل يوم بهذا السن بعصايته على المحاكم رايح جاي، وأخيرا حكموه 7 سنوات سجن مع وقف النفاذ لسنك، عشانك يعني مش عاوزين تموت في السجن، يقولوا مفكر مات بالسجن. المهم وغرامة 500,000 فرنك، حرية التعبير. هذا باحث قال لهم أنا وجدت مذكرات نادية بتاعتكم يهودية، قال بنت عمرها 10 سنين اسمها نادية، حفظونا أسمائهم، كاتبة مذكراتها، بتخش على الهولوكوست تسمع نادية بتحكي، أفلام كرتون كلها. فبقول لهم كاتبة المذكرات تقول هذه مذكرات نادية بقلم حبر ناشف، وقت الهولوكوست ما كان مخترع الحبر الناشف، تضحكوا على مين انتوا؟ حبسوه مع وقف النفاذ وغرموه 500,000 فرنك، لموله ياهل. ومش مش مش هذا كله، اولا ممنوع مكتبة تعرض كتاب من كتبك، لا عامة ولا بيع ولا جامعة ولا معهد، اي كتاب بيحمل اسم روجيه جارودي شطب. ممنوع دورية بفرنسا كلها تنشر لك مقال، ام الحرية فرنسا، ام العلمانية فرنسا، ام المبادئ، لما تيجي عند اليهود تخرز فرنسا وصوتها بتبلع لسانها وصوتها يبح وبيختفي. طيب في ايطاليا احدى زياراتنا برضو حدثونا الشباب، قال واحد متطاوش مع طالب، طلبة جامعة، تعرف العنف الجامعي عندنا بس احنا بزيادة شوي يعني، مش موضوعنا. المهم فبقول للمقابل، بقول له جو، او بالايطالي ما اعرفش بقول له ايه. المهم قالوا يهودي، الولد يهودي، يهودي اعتبروها مسبة، فرفعوا امره للقضاء، حكم القاضي حكم على هذا الولد اللي قال له جو يهودي بانه وزنه، وزن هذا الولد، وزن هذا الطالب كتب عن اليهودية. تعرفوا من هم اليهود؟ شعب الله المختار، شعب اللي طوروا العالم، شعب اللي اخترعوه، شعب بتاع النظريات،
الشعب المثقف، الشعب الايه، الشعب الجنتل. المهم وزنك كتب 70 كيلو، 70 كيلو كتب عن اليهود، وتقدم فيها امتحانات وتنجح وبدرجة معينة. فالولد قرأ كتب بوزنه، شوف القضاء، هذه حرية التعبير في أوروبا. أعطيتك أمثلة من بريطانيا والنمسا وفرنسا وإيطاليا، كم حرية التعبير مصونة، كله بينتهي متى نكشت في اليهود، إصبعك بيطير. أعطيك مثال آخر، آخر زيارة لنا لأمريكا، بعدها منعونا طبعا، مش موضوعنا، ماشيين مع الشباب اللي هناك، قالوا بدنا نورجيك افتتاح معرض الهولوكوست. قلنا نشوف والله لا بأس. يا رجل يا عم اهدى بس، اللي في قلبك في قلبي، بدي اشوف انا الافلام كيف بيضحكوا على العالم وضايح على بالك، يعني مقتنع بالهولوكوست؟ مش خلينا بموضوعنا، الله يهديكم. المهم رحنا لقينا التذاكر خالصة عشان ما تطاوشنيش، ما يعني قالوا التذاكر، طبعا هذا فن الدعاية، انه قد يكون عندهم لكن عاوز يورجيك انه نفذت التذاكر، يعني مش هذا الموضوع. واحد وقف بلافتة في كورنر على الناصية هناك وحط لافتة، واقف حق التظاهر في كل قوانين العالم مكفول، قال انا متعاطف مع اليهود، متعاطف مع يعني ضحاياهم، وانا ضد الهولوكوست، ولكن هناك شعوب اخرى قتل منها ناس. لافتة واقف، انتهى الفيلم. لا، هجم عليه مجموعة من اليهود بقضبان حديد، اسياخ من الحديد على رأسه، ضرب لما شالوه قريب الموت. هذا وقت ان كنا هناك. هذه الحرية، طبعا ما تحاكم واحد، ما اعتقل واحد، ما انمسك واحد، وما حد قال ارهاب الشعب اليهودي، ارهاب الدين اليهودي، ارهاب اليهود، ما حدش تكلم، ولا حد اعتقل مثل ما قلت. لا والله، وراحت طاب مات، بعرفش بعدين، انا متابع حالته. المهم لكن هذا اللي حصل. فين يا غرب يا منافق حرية التعبير فين؟ والرئيس الفرنسي اولوند، اولوند هولاند، بس الاتش صار زي هبدو، هولاند اولوند اولوند، احنا ناس ويخرب بيته. المهم بقول جريدة شارلي ابدو ولدت من جديد، لا بارك الله لكم في المولود وسامح الله من نفخوا في هذا المولود الروح، ما تسيبوها تموت. جريدة عم تطبع 60,000 من باع 20,000، على وشك وشفى الإفلاس. جو بعض من يحتكرون النطق باسم الإسلام برد الفعل اللي انت عارفه، فرفعوا الجريدة إلى 5 مليون، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هنتكلم عن هذا على كل حال، هنتكلم عن هذا ونشوف كيف الرد. شيوخ العمالة والإجرام والخيانة، انتو شكرا شكرا، بارك الله فيك. عمالة لمن يا ابوي؟ وخيانة لمن؟ واللي ما مشيش على هواك خائن ومجرم وشيوخ سلطان وشيوخ العمالة، وشو اقول لي وهذا تابع للغرب. شكرا بارك الله فيك، نشد على اياديكم، مرحى مرحى لك، مرحى، ما شاء الله. يعني يا اردد كالببغاء ما تريد انت، يا اما انا عميل للشرق والغرب. مش معقول هذا. ومن نصبك انت ولا غيرك محتكرا لهذا الدين العظيم؟ من نصبك؟ وهل حسبتم العواقب على ما فعلتم؟ اذا غدا واحد راح رميله قنبلة في مسجد هنا أو قنبلة في مسجد هناك، أو فتح الرشاشات، والآن المناخ مواتي، من يحمي المسلمين؟ هل أنتم دولة ولكم سلطان؟ صدقتم أنفسكم أنه أنتم دولة؟ وطلع لي تباها، أنا الذي خططت لهذه العملية شخصيا، وأنا الذي أمرت بها، وفلان بن فلان بن، حلوة حكاية بن هذه، يعني ما هو رمز الإسلام أنه فلان بن، هذا البن
ما احلى البن. اي والله بس مش محروق. المهم لا اله الا الله. مفهوم الحرية ماذا نقول لك عن هذا الغرض المرائي المنافق ذي الوجهين؟ وجه عندما يريد يبتزك انت حقوق الانسان قميص عثمان، بيرفعوه وقت ما يشاءون وبيخفوه وقت ما يشاءون. حرية التعبير مكفولة وقت ما يريدون مطموسة. فاكر باسم يوسف ويسخر من مرسي ومن من من أمة مرسي كلها، ولما استدعي للتحقيق نصف ساعة لم يمس، لم يؤذى، لم يهدد. الناطق الأمريكي فورا طلع احقار استدعاء باسم يوسف يدل على أن مرسي لا يصلح رئيسا لمصر. اي والله بأذني سامعها وبعيني شايفها. باسم يوسف هدد بقتله هو وأهله، وقالها هو، قال هددت في حياتي وفي أهلي أنا مش هتكلم. ما سمعناش الناطق الأمريكي، يا ناطق أخرسك الله ما تحكي بلأنه من جماعتكم سكتتم عن جرائمه. تخيل أنت لو أنه مرسي هو اللي قتل، معاذ الله، طبعا دم المسلم عند الله أغلى من كل شيء. برضو فاصل ونعود نكمل معكم الحديث بإذن الله، ابقوا معنا. أنا إخواننا أعزائنا عدنا إليكم بعد الفاصل القصير. سأدع الموضوع الذي بدأنا به لأجيب عن أسئلتكم في الدقائق المتاحة لنا، يعني هذا بدأ الوقت الضائع، بيعطونا كم دقيقة متفضلين فنجيب فيها عن أسئلتكم سريعا إن شاء الله. لكن مثل ما وعدت قد يستغرق الحديث في موضوع هؤلاء المجرمين حلقة ثانية وثالثة إن يسر الله. إحنا ورانا إيه؟ المهم نريد أن نتسلح بالحجة، بالبرهان، بالمنطق. العقل أقوى من الرصاص، والحجة وتلك حجتنا مد آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. على كل حال إذا نؤجل الكلام أو نتركه لحلقات قادمة، ونتكلم الآن عن أسئلتكم العزيزة علينا إن شاء الله. ألا تعتقد، بكل الأخ صاحب السؤال، أن قلة الرد على هؤلاء الكفرة بحق الرسول هو رد عليهم؟ ولماذا يتعمدون النشر يوم الجمعة وشكرا؟ قلة الرد رد صحيح، لكن الدولة ليش ما ترد؟ مثقفون ليه ما يردوا؟ إعلامنا ليه ما يرد؟ تلفزيونات نحن حطينا هشك بشك بس، ورقصني يا جدع، وافلام عادل امام، واخر اخر اخر حلاوه. مهم يعني هذا هو اللي شاغل اعلامنا، والتمجيد لسين وصاد، مو الذب عن الاسلام وعن عن نبي الاسلام وحمل هم المسلمين، مو هذا اهم من المياصه والصياعه واللغوصه اللي انتم فيها يا اعلام التفاهة. على كل حال عدم الرد رد، لكن أحيانا عدم الرد برضو بجرئ السفهاء. إذا نقتلهم لك يا عم اهدى. احنا نتكلم عن الرد الكلمة بالكلمة، الرد بالرصاص على الكلمة. يظهرون ضعفاء حمقى بلا عقل متخلفين همج، ودولنا المتمولة تمولها جريدة يا أخي، تتكلم وانتم بتكرهوا التطرف واحنا معاكم ما شاء الله، انتم بتكرهوا التطرف واحنا بنكره التطرف. طب يا سيدي ورجونا الإسلام المعتدل مشان نبوس يديكم، أرونا صورة الإسلام المعتدل، تطبيقكم السامي، تطبيقكم الحنيف للدين الحنيف، ورجونا.
عشان ناس يعرفوا الإسلام السمح، ما بيعرفوش غير إسلام الخليفة. وارجوهم إسلام الحكام المعتدلين المستنيرين المحبين للرسول وعن الكتاب والسنة، وارجونا قولوا هذا أبو وهذا هذا الإسلام الحقيقي المعتدل. يا سيدي أروناه في إعلامكم، أنشئوا لكم جريدة، مدام هذا الرد القاسي العنيف ما ريحكمش وما ريحناش طبعا، لأنه تبعاته على المسلمين وعلى تقدم الإسلام في أوروبا تبعات خطيرة. يعني من فعلها الآن ربما اللي وجهه اللي طلع على التلفزيون يتكلم، نحن الذين وجهناهم، نحن الذين مولناهم، نحن الذين استقدمناهم وخبرناهم وخططنا لهم، شكرا ما شاء الله. ما العواقب يا أخ الحكمة أنت، ما العواقب؟ قال أنا أسأل عن العواقب، لهم أنصر رسول الله. قل لي والله يا سعادة المنظر العظيم، إحنا الآن في الفترة المكية ولا المدنية؟ وإحنا بباريس دولة، وبلندن نحن دولة إسلامية، بحكم على كاميرون بالقتل مرتد، إيش رأيك؟ طبقوا حد الردة في لندن وواشنطن بالمرة. فهموني، نحن في أوروبا سلطة، دولة، نظام، خلافة، فهمونا. من أنتم؟ مجلكم عمال في أوروبا، وجلكم لاجئون. جاني طلبة من الجزائر والله 17، قالوا احنا هاجرنا بفتوى شيخ أفتاهم دون ما نسمي، قال لهم الإقامة في دار الكفر حرام. قلت لهم قتلكم الشيخ، لن يستقبلكم بلد عربي، لن. راحوا على الشيخ نفسه اللي أفتاهم، ما استقبلهمش، رجعوا لي بعد أسبوعين مسودة وجوههم. قلت لكم أوروبا أوسع لكم من بلاد العرب التي ضاقت بأهلها ودينها، بلادنا زنازين صارت. معهم واحد مشلول حملوه على الكرسي طلعوه الطابق الرابع اللي عندي، والله ضاقت بهم الأرض. لا البلد الفلاني أعطانا، قلت لهم أنا قلت لكم من أول، جنب مثاليات مساكين، نحن جايين إلى دور الإسلام، دار الإسلام، دار الإسلام. ها 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 شباب ما في ثقافة، ما في إدراك للواقع، أحكام نظرية. والشيخ الأخ لا ترى ناراهما، ما شاء الله، يعني إذا نار الكافر هنا ونارك أنت هنا، ما الناران ما تتناظرش، ما شاء الله. عمو أوروبا فيها على وساخة أوروبا قدر. أخ يا شيوخ أيضا، ما هو العقل لما يكون نزق وضيق مش مدرك الواقع، وين الخلافة اللي تستوعب المطرودين من قول لي وين والله يا عم الشيخ بهالعقول اللي خليها على الله. إذا عدم الرد سلاح ذو حدين يا أخي الكريم، لكن عدم الرد بهذا العنف أنا مع هذا التوجه، لا والله، نرد بالحجة، نرد بالمنطق، نرد بموقفنا الصلب. دولنا تتكلم مع فرنسا، احكوا إياهم قولوا عمو تسمحونا طيب ننشئ جريدة لعرض حقنا في فلسطين بباريس، ننشئ جريدة ترد على إجرام نتنياهو وحكومته وشعبه ودولته وجيشه الوسخ. اسمحوا لك؟ اسمحوا لكش، بصير فيش حرية تعبير. افضحوهم يا دولنا العربية، احرجوهم يا اخي، قول عمو احنا حرية التعبير مدام مقفولة، بدنا ننشئ جريدة تعرض الإسلام المعتدل. مو أولوند قالكم انه انا مش ضد الاسلام، وانما ضد الارهاب وضد الاسلام الراديكالي وضد التطرف الاسلامي. طيب عليك نور انت وهو، قولوا بدنا ننشئ جريدة ترد الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان والبينة بالبينة والكلمة بالكلمة مش بالرصاص. ما حد قالها ولن يقولوها، مش همهم الإسلام، ريح راسك. إذا نرد على الأقل نحصن شعبنا تطعيم ضد هؤلاء المجرمين، ونزيد حب الرسول في قلوب شعبنا يدرك من عظمته ما لم يكونوا يدركون. بالمناسبة يعني أعرفكم بكتاب من أقدم الكتب للقاضي عياض، هذا قاضي في سبتة وقاضي في غرناطة لما كان لنا عز،
وكان منها دول وسلطان وجيوش، ضيعناها بالشهوات والحكام الهردبشت. لما حكم الناس رقصني يا جدع وغنينا يا راحت الأندلس، رقصني يا جدع ضيعنا الأندلس. إذا عدم الرد رد، لا يؤخذ على إطلاقه يا أخي الكريم. قناة حاطط يعني رمز لها، تبث أفكار الأحباش عن طريق دكتور حاطط برضو، أرجو التحذير إما علنا أو غير ذلك. على كل حال، أي جماعة من الجماعات، أي فكر من الأفكار تعرضوا على الكتاب والسنة، وكلكم بتقولوا كتاب وسنة، حيلك. ما هو الكل بيقول كتاب وسنة صحيح، وحتى اللي بيحاربوا الكتاب. المهم، فتعرض أفعالهم، تعرض أقوالهم، تعرض تاريخهم، تستطيع أن تعرف الحق. لن أتكلم لأنه ما بصير يعني نتكلم، بدك تعطي الأخ فرصة أن يرد عليك، لكن أنا عم بحط مقاييس. بدك تحكم على جماعة، أي جماعة، فكر مبتدع. أولا، هناك جماعات بتكفر كل أئمة المسلمين، ابن تيمية كافر، سيد قطب كافر، البنا كافر، أنا وأنت كفار. مش معقول هذا، أنا مش ناقص لي تكفيرين على آخر الزمان. آخر ما نتطلبه أن يكفر بعضنا بعضا. على كل حال، أرجو أني أكون أعطيت لمحة. ما المقصود من قوله تعالى في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس؟ إخواني، الرؤيا هكذا رسمت في القرآن. لما تجد الرؤيا بالألف في الأصل فهي رؤيا منام، عدا هذه الآية. الرؤيا التي أريناك، الرؤيا بالتاء المربوطة، معناها يعني ما رأيته في ليلة الإسراء فتنة للناس، لأنه والقرآن حدثنا عما رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام، شاف الجنة وشاف النار وشاف وحدث، والقرآن حدث أصلا من قبل ومن بعد. هذا كان فتنة للناس، امتحانا واختبارا. هذا باختصار معنى الآية، يعني من زماننا وقت في هذه الآية بحث والله، لكن تشغلنا الدواهم والطوارئ عن مخطط له والله من زمان، لكن سبحان ربي. بس هذا موجز ما أريد أن أقوله. نريد بث حلقة اليوم نصرة لرسول الله، أبشر، والجاية واللي وراها إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخانا الترك. ما رأيك في من يقومون باعتقال الأحرار والمقاومين في فلسطين وتعذيبهم في الزنازين؟ أرجو توجيه رسالة لهم. لعظون هم لا يتعظون أخي. بالمناسبة، من يقومون بهذه المهمة سولة أدمغتهم فل أوتوماتيك، مش مخلين في قيمة، لا عروبة، لا وطنية، لا دين، لا انتماء، لا ولاء لشعب، لا ارتباط، لا أخلاق، ماسحين بالمرة. بعلق الشاب من إيديه لما ينخلع كتفه، بلحقه على المستشفى، يضغط على كتفه المخلوع، اعترف يا ابن الكلب، بدوسوا عليه الشباب لما كان أبو شباك والمدهون، يدوسوا عليه الشباب البساطير. يا سلطة ليش؟ ولصالح من؟ سلطة وطنية فلسطينية. سيقولوا إساءة لدولة شقيقة مش شقية. بعدين معاكم متورطونا ولا إيه؟ الإساءة لدولة مش دولة. الأخ أوباما يقول أنتم مش دولة، أنتم إرهاب. إذا أنا أتكلم ضد الإرهاب. أنا أوباما صرنا ما شاء الله بخندق واحد. أوباما بيقول عن السلطة إرهاب. جزاكم تستاهلوا، حاربتم المقاومة حتى يحتضنكم أوباما. أوباما بصق عليكم وقالكم أنتم إرهاب مش دولة، وبطلع لكم مش دولة. أحسن، وإحنا كنا نحلم بدولة. أنا بحلم شخصيا ومشرفنيش ولا بدي، لأنه عندي 22 بطة عرجاء، يعني ناقصنا كمان نزيد لهم وبطة وزة. ما شاء الله.
إذا الدول التسعين مش عاملة شيء، تسعين إيش؟ خليها على الله. حتيجي الآن السلطة، لا سلطة لا 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 إقليم لا سيادة لا مطار لا ميناء، والأجهزة الأمنية تابعة لإسرائيل دايركت مش إندايركت. لا والله ما بعينهم ولا برقيم. فيا أخي الكريم اختصر، والله لو 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 قرأنا القرآن كله من الفاتحة إلى الناس بصوت المنشاوي ما خشع قلبه ولا برق ولا بلين، طبعا إلا أن يشاء الله. أنا بتكلم عن الأصل والقاعدة، إنما إذا في شذوذ هذا لا يحسب. أما اعتقالهم جريمة طبعا، ذولا عالهم أشرف من راسل بيعذبهم قاعد. هل تتوقع أن يكون سنة العام 2022 نهاية قرن الشيطان الذي بدأ بتجميد الخليفة العثماني 1922 قبل هدم الخلافة سنة 24؟ مهندس أشرف أنا أتوقع نعم، وهذا رأيي معروف وعدت وكررت وقلت، مو بس استنادا إلى كلام الأخ بسام، من قبل الأخ بسام كلام محمد الراشد الله يكرمه ثم وغيرهم كثير. على كل حال أنه هذه الدولة زائلة في هذا التاريخ. طيب يا شيخ وجاها بعدين أرد عيد نفس الكلام، جاء التاريخ وما زالتش بيطلع الإسلام غلط؟ لا كبرتوها، الإسلام هو الحق المطلق، بيطلع اجتهادنا غلط، فهمنا غلط، والغلط مردود علينا وتضرب به في وجوهنا الغلط، شو المشكلة؟ بس واللي سواك هم موقنون مثلنا وأشد أنهم زائلون في هذا التاريخ، هم يعرفون. وإذا كنا اللي بيقول هذا الكلام بسام جرار اعتقلوه، طب واحد بيهذي بيحكي كلام نونسنس اعتقلتوه ليه؟ زمان مش الآن طبعا، اعتقلوه بس ونفوه على مرج الزهور. خلاصة ليه؟ هم يخافون من الفكر، والله أخطر من الرصاص. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أولا وهي المحل الثاني. إخواني لما تقدم الفعل على العلم أكلنا هوا، لازم العلم، والعلم على التجميد هذا مش علم. الرشد قبل أي حركة. يا شباب ما يغركم مع احترامي طول اللحى وعمائم أحيانا، انتبه انتبه، بدنا رشد. إن لا يخدم الإسلام بالحماقة بالعصبيات والنرفزة ورد الفعل والغرائز، لا، الرشد. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ موسى الكليم العظيم بيتكلم بهذه الطريقة، هل أتبعك؟ اسمح لي، على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ اسمح لي أرافقك أتعلم؟ أتعلم. وبعضنا لسه ما قراش ورقتين بقول لك أنا أعلم من أنا أعلم، لأنه أنا عالم رباني جهادي جهادي. الله أعلم يتقبل أو ما يتقبل مولانا، الله أعلم إن شاء الله. كيف بكم إذا نزل ابن مريم وإمامكم منكم حديث شريف، متى يكون إمامنا منا ومن هذا الإمام؟ يا إخوانا مع احترام يعني هذه النصوص فوق راسي طبعا، لكن كيف بكم؟ أحسن حال إن شاء الله. يعني شو بدي أقول لك، يعني إذا نزل ابن مريم وإمامكم منكم، يعني ألفت في الحديث أنه مكمل يعني أئمة المسلمين مش منهم، في يعني مرحلة من أنا الحديث ما خرجيش الحديث الأخ وما عنديش تخريجه الآن، لكن يعني هذه النصوص أؤمن إن ثبت أنه صحيح فوق راسي، لكن تنزيله على الواقع بعمل إشكالات. فاكر لما قال أنا المهدي واحد دون ما نسمي في دولة لا وتقتل ناس ونحرق الحرم، بهدلة أنا المهدي طلعت براسه. على كل حال سيكون، على كل حال أن يكون أئمة منا، هذا العالم كله أئمتهم منهم ما عدا العالم العربي، خليها على الله. هل العراق دور في تحرير القدس؟ إن شاء الله. العراق يا سلام، أحسن جيش عربي كان في العراق، طبعا دمروه وخلوه جيش طائفي، جيش محترف، جيش كفو، جيش مقاتل.
ضيعوا العراق، وأي بلد أضاعوا، العرب المتآمرين الآن يبكوا قال على العراق، أخذتها الشيعة. منو اللي مكن هؤلاء أن يفتتوا هذا البلد؟ من غسلتوا أيديكم قلنا احنا ما لنا علاقة؟ نضحك على بعض احنا، عم انتم واعيين ماذا تفعلون والله، وتقصدون ما تفعلون، نضحك على بعض. هل يكون العراق دور؟ نعم بإذن الله، العراق حيظل مرهون للسيستاني والمالكي وعبادي وخلافه. لا يا أبويا، أرض الأسود العراق، بغداد يا قلعة الأسود، بغداد يا قلعة الرشيد. على كل حال بشيلول إنه استنفدت وقتك وزودتها، على كل حال أهم شيء ما تثقلش على مشاهدينا أخواننا، الكنترول مش مشكلة والمخرج وغيره مش مشكلة، لكن أشعر أنه أثقلنا وأطلنا عليكم. نلتقي في حلقة قادمة، إلى أن أراكم دائما مستبشرين واثقين بالتمكين ونصر هذا الدين ورفعة شأن سيد النبيين فوق العالمين ومنهجه ودينه وأمته، إن شاء الله ألقاكم دائما بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.